أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. أهلا ومحبكم مستمعي راديو دبنجا. في حديث اليوم نسلط الضوء على قمة القاهرة لدول الجوار السوداني يوم الخميس في القاهرة. نلتقي بكل من وزير الإعلام السابق الأستاذ فيصل محمد صالح، والخبير في العلوم السياسية دكتور الحاج حمد محمد خير، والمحلل السياسي طاهر المعتصم، والصحفي خالد فتحي، ليحدثونا عن هذه القمة وإمكانية نجاحها في ظل المبادرات المطروحة من قبل المجتمع الدولي لحل الأزمة. أولا نرحب بدكتور الحاج حمد محمد خير. أهلا بك دكتور في راديو دبنجا. يوم الخميس هناك قمة لدول جوار السودان بشأن حل الأزمة السودانية، كيف تنظر لهذه القمة؟ مصر دولة بالنسبة للسودان عندها يقولوا مصالح مشتركة تاريخية. الإشكالية أنها مصر ظلت بتدعم نظام عسكري، كانت طوال الديمقراطيات في السودان مواجهة بامتعاض من الحكومات المصرية وتأييد من الشارع المصري، اللي هو طبيعي طبعا. الآن يعني كلام برهان بأنه لا يثق في كينيا، وطبعا بالتالي يثق في مصر، ويبدو أنه النظام الإقليمي الدولي يوازن بين كينيا ومصر، يوازن بين الطرفين الحرب اللي هم الدعم السريع والجيش، باعتبار انه اذا ذاك فسر المبادره بتاعت الايجاد الاتحاد الافريقي بانها الاشكاليه طبعا بتاعت السودان انه في كل الاحوال مصر هي لا تستجيب قرارات الاتحاد الافريقي، هو مؤسس، وبالتالي ما في طريقه تخرج من النص، يعني في توافق اقليمي في الايجاد، ما في توافق اقليمي تم في الايجاد، وباندماج السعودية والولايات المتحدة مصر حتكون يعني محطة لتأكيد شيء، يعني زي بتقول للجيش يعني نحن برضو موجودين، وغالبا الجيش اللي قاطع حديث قد يحضر، وبكده كده بتكون الصيغة زي اكتملت انه في توافق دولي، بانه اذا هم طرفين ما قدروا يحلوها مبادرته الشخصية، وإن فتحت لهم الطريق بأنه إذا تلاقوا الاثنين شخصياً القادة بدائل الدعم السريع والجيش داخلياً، هم كل واحد فيهم ممكن يقعد يتكلموا عن وقف إطلاق النار، وهو أردي أفقوا على وقف إطلاق النار لمفاوضات جد، فمدهش الموقف حقهم أنهم لا قادرين يصلوا لحل محلي، لا قادرين يتوافقوا حول أنه يجوا مراقبين دوليين يساعدوهم في دفن جنازة أبوهم. أفتكر أنها هي القمة لإحداث التوازن بين عدم الموافقة تحت الجيش على مبادرة الإيجاد، كيد على أنه مصر التي تدعم الجيش ويثق فيها الجيش هي برضه طرف تأييد وتزكية المبادرات لأنها كانت حاضرة مع الإيجاد. والآن استمع للأستاذ فيصل محمد صالح. في القاهرة في اجتماع يوم الخميس لدول الجوار، دار انت تعليق عن الاجتماع ده وعلى ممكن يساهم بشكل كبير في تغريب شق الخلاف بين الطرفين؟ طبعا هناك جهود اقليمية ودولية كثيرة في هذه المرحلة معالجة الأزمة، لكن يبدو وكأنها سوق، يعني سوق كل شخص يريد ان يستبدع في هذه السوق، واعتقد ان اذا ما حصل تنسيق بين كل هذه المجهودات فلن ينجح واحدا منها. من في مفاوضات جدة انتقلت الان الى ما دار في أجساب في اليومين الماضيين، والآن مصر تدعو إلى قمة، أعتقد أنها مجهودات مبعثرة، والمجهودات المبعثرة لن ينتج عنها شيء إيجابي، فربما تزيد من الشقاق. أنا أعتقد أنه دعوة مصر مقصود أنها رد على مبادرة إيجاد أو على تدخل دول إيجاد والدول الأفريقية. فيما يتعلق بدول جوار السودان، أنا حقيقة لا أعلم ما هي الدول المدعومة، لكن إذا نظرنا إلى جوار السودان الآن هم حوالي 5 دول تقريبا أو 6 دول من الناحية الغربية، في تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا. ليبيا وأفريقيا الوسطى يعني لا أعتقد أنه لديهم قدرة على المساهمة في حل أي مشكلة، هم نفسهم غارقون في المشاكل، تبقى تشاد يعني. من الناحية الجنوبية هي طبعا في دولة جمهورية جنوب السودان، وهي طرف فيما دار في الإيجاد، وربما تحمل نفس الموقف الذي حملته الدول أخرى في الإيجاد. شرقا هناك أثيوبيا وأريتريا، أعتقد أن أريتريا بعيدة عن المثال الذي ما متأكد إذا كان أريتريا مدعوة لقمة القاهرة أو لا، أعتقد أن أثيوبيا لديها رأي مختلف وربما لا تذهب ولا يدعوها، وبالتالي ربما يكون في مصر وتشاد وجنوب السودان، إلى حد ما قد يكون كما ذكرت ليبيا. هذه الدول لن تستطيع وحدها أن تتخذ موقف مما يحدث في السودان، صحيح تشاد متأثر أكثر لأنه
ناجحين من الجنينة من قرب دارفور ذهبوا إلى تشاد. تشاد وثيقة الصلة بالملف بالأوضاع في دارفور على الأقل. لكن تأثيراتها على المشهد السياسي السوداني كله ضعيف. فلا أتوقع أشياء كثيرة جدا من هذه الغمة. لكنها يمكن أن تكون ترضية للحكومة السودانية قطعا. إذا دعيت الحكومة السودانية ستشارك ستكون سعيدة بأن مصر تقود هذا الاتجاه، لأنه هناك تفاهم قوي بين الحكومتين في مصر والسودان ومواقفهم قريبة لبعضها البعض. لكن كما ذكرت أكبر التخوف أن يكون هذا تشتيت للجهود، لأنه برضو مصر كانت ممثلة في اجتماعات الاتصابة اللي حضرتها الرباعية بتاعت الإيجاد وحضرها ممثلية المجتمع الدولي وسفارات الدول المهتمة بما في ذلك مصر. أخشى أن يكون كما ذكرت فيها تشتيت للجهود، وبالتالي ممكن أن يكون هذا محور جديد في مقابل محور الإيجاد. هذا سيزيد من تشعيب الأوضاع في السودان، تشعيب المشكلة، في جديد من تعقيدة، سيخلق محاور إقليمية ودولية متعددة حيث أنه يجعل الاتفاق على تصور واحد لحل المشكلة في السودان صعب. هذا يقود طبعا إلى أنه إذا كان السودانيون قادرون على الفعل لوحدهم فممكن يجنبوا بلادهم ويجنبهم. لكن مع الأسف السودانية خلافات مستقيمة من حيث الحرب بين فصيلين عسكريين، ويروحوا آلاف المدنيين حياة لهذا الحرب. لذلك ما في تعويل كبير جدا على الداخل السوداني، وبشكل ما مع الأسف علينا أن ننتظر ما ستنتج عنه هذه التجاذبات الدولية. بس شكرا لك كثير أستاذ. الله يبارك. الآن ننتقل إلى الزميل الأستاذ الطاهر المعتصم. اهلا بك في راديو دبنجا. ما يتعلق باجتماع الدعوه ناس القاهره يوم الخميس الجاي ده، هاي التعليق عليه، والاجتماع ده يعني في مبادرات كثيره، يعني اول امبارح ده في اديس ابابا وبكره في القاهره. كان طيب في تقديري انه الاجتماع دول الجوار السوداني سيعقد يوم الخميس 13 يوليو، هو واحده من المحاولات وقد يكون محاوله اخيره لبحث سبل حل الأزمة السودانية البشرة وقضب على الأخضر واليابس، ولم تتوقف في مكان انطلاقها من العاصمة السودانية الخرطوم، بل وصلت إلى أغاطي دارفور، وهناك مهددات بأن تتحول إلى حرب أهلية وتتدخل فيها بعض القبائل. بالتالي الاجتماع الذي سيشهده على قوات دول الجوار الأفريقي قد يكون مكمل لسابقة في مايو، قد يقوم مكملة الجهود التي وزلت في قمة الجد الأخيرة، ويصبح ضوء في آخر النهار. فيما يتعلق بالاجتماع بتاع أديس أبابا، فلا تعتقد أنه يعني كثرة المبادرات دي ذاتها هل ممكن يؤدي لحل ولا حيعقد الأمر أكثر؟ لا، هو كثرة المبادرات في غالب الأعام تصبح تحقيق المسألة، ولكن في الحالة السودانية لأنها حالة فريدة من نوعها بما يحدث على أرض الله من أعمال نهب وسلب، من تهجير قسري وجرائم ضد الإنسانية، تصبح عن حل في أي مقدرة بدل محمودة، خصوصا إذا تعذرت في المرة الأولى والمرة الثانية الثالثة لينغاد لينغادون أشهر المعاناة يوم بعد يوم السودان وليس في الخطوة. شكرا جزيلا، وننتقل لضيفنا الأخير الأستاذ الصحفي خالد فتحي. مرحبا بك في راديو دبنجا، وما هي توقعاتك لقمة دول الجوار السوداني يوم غد الخميس بالقاهرة؟ بطبيعة الحال تعدد المبادرات أو كثرة المبادرات في أي أزمة هي ليست دليل عافية بأي حال من الأحوال، إنما هي ما دليل ساطع على عمق الأزمة وتمددها واتساعها. خطورة تعدد المنابر في الأزمة السودانية أن كل منبر أو كل مبادرة تحمل في طياتها أجندة من يقدمها، هذا معلوم بالضرورة، وهذه الأجندة ليست بالضرورة أن تكون من مصلحة السودان. لذلك الأفضل أن تقف هذه الحرب فورا، وأن يتم وقف إطلاق النار فورا، وأن يتم إدارة حوار سوداني يعلي مصلحة الوطن ويعلي مصلحة المواطن فوق الجميع. مبادرة المصرية بخصوص مبادرة دول جوار السودان، البعض يظنها أنها جاءت معادلا لمبادرة إيجاد،
لأنه مصر كأنما التاريخ يعيد نفسه، فمنذ سنوات تبان أزمة استعارة الحرب الأهلية بين جنوب وشمال السودان. لو يذكر الجميع كانت هناك المبادرة المصرية الليبية ومقابل مبادرة الإيجاد، في نهاية المطاف ساد مبادرة الإيجاد وافترعت منها نيفاشا التي انتهت بالنهاية التي يعلمها الجميع بتقسيم السودان إلى دولتين. فبالتالي هذه المبادرات ليست دليل عافية بأي حال من الأحوال، وينبغي على السودانيين الحادمين على مصلحة هذا الوطن أن يكونوا حذرين جدا في هذا الجانب، والأفضل كما قلت وقف هذه الحرب فورا وإدارة حوار سوداني سوداني للوصول بالوطن إلى بر الأمان. شكرا لكم مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لضيوفنا الدكتور حاج حمد محمد خير ووزير الإعلام السابق الأستاذ فيصل محمد صالح والمحلل السياسي واهر المعتصم والصحفي خالد فتحي، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى.